اصحى نايم اصحى. كل سنة وانتم طيبين. طيبة يا خالتيس. ألف رحمة ومول يا أخوي. استغفر الله العظيم يا رب. اللهم إني صايم. ألف مني يا زيزي. لا دخلت رمضان. دخلت رمضان ولا دخلت عوارين يا زيزي؟ على زيت والحرام واسأل نفسي الشيف سبيح. شيخ ايه؟ خميس طلع من السجن. رحمة ربنا انقذنا منه. ورمضان كريم فحريتنا. مش عندها عند رمضان كله عندي. انا من يوم ما اشتريت القهوه سباح وانا معتبره نفسي من اهل المنطقه. هنشوف عبايه ايه الوانها كلها موضه. انا في العبايه ببقى حكايه. ده انا في امتحان السواقه. انت بتعملي ايه يا ولاد؟ خلي بالك سقفوني. كمان انا رفيسه. كلكم ايه؟ اشيك عيله في الدنيا. سباح يا حاره حراميه يا ولاد الكلب. والفول الحلوين ده ايه؟ انا اللي بقول ايه ولا انت اللي بتقولي ايه؟ واللي مالوش خير في زيز اللي جاي قبل الفجر من الدنيا البديه. فلوس يا رب. فلوس فلوس فلوس. ده شمال بياكل كتير. اكسر صيامك يا رب. يا دي ابني المفلته عفاريت بتنطط قدام عينيا دلوقتي. بص الدنيا صيام ولا على اكلك. لا يا معلم خميس. هتكونوا بتعملوا ايه يعني؟ دراسات عليا. اصحى يا عاطف يا حرامي. لعب بديل ازاي ولا وانا صايم؟ يعني وانت فاطر بتلعب بديلك؟ السلام عليكم. ايه الملعب اللي دخل علينا ده؟ بدر منور فول بسمار بشموخ. اهم حاجه المشهمة. حلو الرايح يا سعوديه. لو لعبت بره النادي هتقيس متعه والبهار. حد ما يعرفش الكابتن سامي سوينج اسرع فرود واجمد وينج. بص بقى قبل ما رمضان يجي امسك القهوه الرد سجون. صدق جديد مع اصلا معايا حبتين يبقى المشروع ده. انا صبايا وانا ساكن في مخيم لاجئين. بتبص لي كده ليه يا عم؟ انت هتقتلني ولا ايه؟ في الراحه على اساسه العماره هتعيشينا تحت الانقاض. رمضان اهلا مرحبا رمضان. عايزين ربنا يحمينا من الشيطان ويبعد عنا وسوسته. فعفوك يا اله الكون اعظم. شعب طيب وحبوب. ما تخليناش تقول حاجات تفطر احنا كمان. هتعمل ايه يا سامية؟ تقول ايه؟ خلي الكلام ده بعد الفطار. الاثنين. رمضان كريم. رمضان فتح يا عالم تلات يوم فيها انا وسعاد. هتنزل يا رمضان. انا لازم اهرب من هنا. للصلاة على النبي. رمضان كريم. الراجل صايم محضر لنا لقمه كده على السريع. اصحى يا ابو هشام شوفي خلفك العار. رمضان كريم الجزء الثاني. رمضان 2023.